أقام قطاع الحماية المجتمعية بوزارة الداخلية عددا من الندوات الدينية لنزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل حضر فيها عدد من علماء الأزهر الشريف. تأتي هذه الندوات في إطار تطبيق منظومة السياسات العقابية الحديثة التي تعتمد على تقويم سلوكيات النزلاء بإطار الالتزام بالمعايير الدولية لحقوق الإنسان. مراكز الإصلاح والتأهيل الجديدة منذ إنشائها وهي نماذج فريدة تعبر عن التطوير في منظومة السياسة العقابية التي تشهدها مصر بمراعاتها الأبعاد الإنسانية عند تطبيق العقوبة وفي مقدمتها العمل على تصحيح سلوكيات النزلاء من خلال عقد ندوات دينية وتثقيفية لهم. في هذا الإطار عقد قطاع الحماية المجتمعية بوزارة الداخلية ندوة دينية لعدد من نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل حاضر فيها الدكتور رمضان عبد الرازق من علماء الأزهر الشريف، وتأتي ضمن سلسلة الندوات الدينية التي تعقد للنزلاء. في تطوير قوي جدا جدا وتغيير وتصحيح للمفاهيم لدى النزلاء. صححنا مفاهيم كثيرة جدا جدا، مفهوم اليأس إلى الأمل، مفهوم السلبية إلى الإيجابية، صححنا مفاهيم كثيرة جدا في العلاقة مع الله عز وجل وفي العلاقة مع المجتمع وفي تصحيح مسار النزيل. كما تم عقد ندوة دينية مماثلة للنزلاء حاضر فيها الدكتور أسامة الأزهري من علماء الأزهر، وتشهد تلك الندوات تفاعلا بين النزلاء والمحاضرين من خلال طرح تساؤلاتهم واستفساراتهم، فهي فرصة لفهم أمور دينهم وتقويم سلوكياتهم بما ينير لهم طريق الإصلاح. إعادة بناء الإنسان هو الشعار الحقيقي الذي نعمل عليه هذه الأيام. كل إنسان على أرض مصر سواء كان هنا في قطاع الحماية المجتمعية أو في أي بقعة على أرض مصر، نحن ندين له بحق كبير، ونحتشد ونجتمع ونتضافر من أجل تقديم كل أوجه الخدمة المناسبة بالتقويم والتهذيب والرعاية والدعم النفسي والمعنوي وتقويم السلوك أو تقديم الحياة الكريمة. تسعى وزارة الداخلية من وراء تلك الندوات إلى تقويم النزلاء وتصحيح المفاهيم لديهم بما يساعدهم على إعادة الاندماج في المجتمع. نعرف إزاي نعيش في حياتنا بعد ما نخرج، الحمد لله يعني استفدنا منها حاجات كتير. الندوات دي بتفيدنا إن إحنا ما نرجعش تاني نخطأ للأخطاء اللي إحنا عدت علينا أو الحاجة اللي إحنا عملناها غلط عدت بينا إن جتنا هنا. الندوات دي عبارة عن الغطاء اللي ممكن نغطي بيه حياتنا من أول وجديد تاني. الأعمدة الأساسية لحياتنا لما نخرج إزاي هنتعامل وإزاي نكون مؤهلين معنويا ونفسيا ودينيا للتعامل مع الآخر، عشان الأخطاء اللي حصلت قبل كده لا تكرر في اللي جاي، استنادا على اللي احنا بنتعلمه في هذه الندوات. وتشهد المنظومة العقابية في مصر تطويرا كبيرا تماشيا مع الاستراتيجيات الوطنية لحقوق الإنسان والمعايير الدولية لحقوق الإنسان من خلال الاهتمام برعاية النزلاء معيشيا وصحيا وتأهيلهم من خلال برامج تأهيلية واجتماعية وتثقيفية في مراكز الإصلاح والتأهيل الجديدة بما يمكنهم من بدء حياة جديدة عقب الإفراج عنهم. عبد الله بركات، التلفزيون المصري.